الخير، برحب بكل مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. بنواصل هذه الفتره المفتوحه وبنبتدي معاكم فقراتنا في طعم البيوت. النهارده عندنا لقاءين، اللقاء الاول شاطره ومشهوره وهنلتقي من خلاله مع كاتبه لغايه دلوقتي هي عندها مجموعتين قصصيتين ومؤخرا حصلت على درجه الدكتوراه. هنتعرف عليها وهنتعرف على الموضوعات اللي هي طرحتها من خلال مجموعتها القصصيه وايه طموحاتها المستقبليه وليه اختارت هذا المجال تحديدا عشان تبدع من خلاله. اما اللقاء الثاني فهنتكلم من خلاله عن موضوع لطيف وفي نفس الوقت مهم جدا، العلاقه ما بين الزوجات والحموات او الازواج والحموات. الحقيقه انه الحما من الشخصيات اللي في وقت من الاوقات ممكن تكون لطيفه وفي وقت من الاوقات ممكن تكون صعبه شويه في التعامل. طيب هي دورها هي فعلا اللي تبقى تعرف ازاي تكسب مرات ابنها او جوز بنتها؟ عاده معظم الوقت يعني الست بتحافظ على جوز بنتها قوي او الحما بتحافظ على جوز بنتها، فخلينا نقول هل دورها ان هي يعني تعمل علاقه حلوه مع مرات ابنها ولا مرات ابنها هي اللي تعرف ازاي تكسب حماتها؟ هنعرف ده ان شاء الله من خلال فقرتنا الثانيه. اما اولى فقراتنا بما اننا بنتكلم عن اهميه الوعي واللي بيجي عن طريق الكتابه والقراءه، فالقراءه جزء مهم جدا في توعيه المجتمع وطبعا وسائل الاعلام المختلفه ومؤسسات الدوله اللي بتسعى جاهده ان هي تقدم وتبذل كل جهودها عشان ترفع الوعي في العديد من القضايا عند المواطنين من ضمنها مخاطر المخدرات. وعشان كده احنا هنشوف من خلال تقريرنا النهارده حفل اطلاق الخطه الوطنيه لمكافحه المخدرات، نشوف التفاصيل ونرجع على طول. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان. احنا النهاردة ان شاء الله بنطلق الاستراتيجية الوطنية لمخاطر المخدرات والحد منها ومكافحة المخدرات والإدمان. الخطة دي كمساهمة كبيرة كانت من وزارة الشباب والرياضة، ان احنا كوزارة بنعمل على توعية الشباب بمخاطر الإدمان. بنشتغل مع صندوق مكافحة الإدمان بشكل كبير جدا في جميع محافظات الجمهورية، ماشيين باستراتيجية ان احنا نحاول نوصل للشباب في كل الأماكن، طلاب جامعات، أعضاء مراكز شباب، من الفئة العمال كمان احنا بنقدر نجمع منها ناس، ومن عن طريق الصندوق بنقول لهم ايه المخاطر اللي ممكن تحصل، ازاي انت حد ممكن من أصحابك يجرك لطريق انت مش هتعرف تخرج منه بعد كده، وبنعرض بعض الأفلام التعريفية برضو اللي بتوريهم المشاكل اللي بتحصل للشباب في مراحل التعاطي. بنحاول ندخل برضو بمدخل ديني، بنستعين برضو بالأزهر ونستعين بالكنيسة ان احنا نعرف الولاد بمخاطر الإدمان والتحريمات اللي ليها، بحيث ان احنا بنعمل وعي متكامل. وطبعا احنا كلنا حاسين بالمجهود اللي بيعمله صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحاسين بيه، وفي متطوعين كتير جدا من طلاب الجامعة، عندنا 14 كلية في الجامعة، في منهم كتير قوي في المتطوعين في الصندوق وبيشتغلوا مع الصندوق بالتعاون مع كلية التمريض ومع كليات الجامعة كلها. والحقيقة احنا بنشكرهم على هذا المجهود المثمر، ودايما يا رب بالتعاون المثمر بيننا وبينهم لحماية أبنائنا وطلابنا من الوقوع في براثن هذا المرض العين. النهاردة حابة أوجه رسالة للشباب، فعلا كن أقوى من المخدرات، وإن حقيقة الشغل اللي اشتغل عليه الصندوق متشاف بشكل قوي في دعم وتوعية الشباب والبنات إن هم إزاي يتخلصوا من المخدرات وإزاي يبعدوا عن الإدمان بشكل قوي، وإزاي إن احنا نديهم التوعية الكافية إن احنا ما ناخدش تجربة في حاجة زي كده،
وعلى الجانب الشخصي أنا بشكر جدا دكتور عمرو عثمان والقائمين على هذا الحدث، على الشغل المبذول وعلى المبادرات اللي بيقدموها في دعم الشباب ودعم البنات للحفاظ على صحتهم والبعد عن المخدرات وعن الإدمان. الشخص عشان يشكل يعني شخصيته بيبقى محتاج ان هو يرفع وعيه، محتاج ان هو يكتسب معلومات، وده يمكن بيجي في البدايه من خلال القراءه، ودايما بنشجع الناس كلها على القراءه. عندنا مصادر كتيره للمعلومات، ولكن القراءه بتبقى هي اكتر مصدر موثوق فيه، الى جانب وسائل الاعلام زي ما بنقول برضو، ما هي القراءه عن طريق الصحف، عن طريق وسائل الاعلام الموثوق فيها ايضا. الحاجات دي كلها بتشجع الواحد على انه لو عنده موهبه، لو عنده ملكة الكتابة، إن هو زي ما بيستقي المعلومات ينشرها أو يقدمها من خلال أفكاره ويطرحها من خلال موضوعات بيقدمها، سواء كتابة صحفية أو من خلال كتابات أدبية. النهاردة ضيفتنا في شطرة ومشهورة هي كاتبة، رغم صغر سنها هي لغاية دلوقتي قدمت مجموعتين قصصيتين، هنتعرف عليهم وهنتعرف عليها وهنشوف إزاي هي قدرت أن هي توفق ما بين حياتها العامة وحياتها المليانة نوع من أنواع الإبداع، وفي نفس الوقت حياتها في مجال البحث العلمي، لأن هي مؤخرا حصلت على درجة الدكتوراه. فاحنا بنقول لها ألف مبروك وبنرحب بيها الكاتبة والدكتورة بريهان أحمد. أهلا بيك يا بريهان. أهلا بيك يا أستاذة بير، منورانا. سعيدة أنا معاك النهاردة. مبروك عليك الدكتورة. الله يبارك فيك، متشكرة جدا. طيب خلينا بس نتعرف على بريهان أكتر ونعرف إزاي بدأت علاقتك فعلا بالكتابة. بريهان هي كانت من وهي صغيرة خالص، كانت طفلة وحيدة للأب والأم، لحد ما جه أخويا، يعني هو الفرق ما بيني وبينه 7 سنين. فكانت حياتي كلها منحصرة في إن أنا بقعد في أوضتي بسمع ميوزك وبتفرج على أفلام وكذلك برضو بقرأ. وكان قدامي عندي في البيت آلة كاتبة، آلة كاتبة من اللي هي بتاعة زمان، فكنت بقعد أكتب فيها، فدايما عيني شايفة الحروف. في مكتبة صغيرة جنبي في الحواديت والكاسيت اللي هو بيتحط فيه شرايط ألف ليلة وليلة واللي بتتحط في الدباديب، فكنت أسرح ممكن أشغل الحاجة مرة واثنين وثلاثة. فدي كانت طفولتي اللي شكلت جزء كبير جدا. يعني أنت من نفسك كان جواكي الملكة دي، فكرة أن أنت عايزة تقري وتعبري. كمان أنا كنت قاعدة هناك، يعني والدي كان مستشار قانوني، فكنا قاعدين في السعودية، فكان المكان حواليا فاضي، فكنت دايما أقعد لازم تشغلي نفسك بحاجة، أقعد أبص. لا أنا بتخيل، يعني طول ما أنا قاعدة أنا شايفة حاجات تانية. أوكي. يعني بتخيل البيت الفاضي ده في حاجة فروح أكتشف. أنا عايزة خيال واسع. ووالدي فعلا كان دايما يقولي كده، دايما خيالها واسع. مامتي تقعد أقول لها ماما أحكي لك على حاجة، البيت ده في إيه؟ فتقولي في إيه؟ فأقعد أقول لها القصص وألف، يعني أقعد ألف. فما كنتش أعرف لحد ما جت جدتي وقدرت إن هي بقى لما جت تحفظني قرآن أو كده، فقدرت إن هي إزاي بتشرح لي بالطريقة السلسة بتاعتها. فتقولي طب أحكي لي قصة ستنا مريم، طب أحكي لي قصة سيدنا يوسف، وبعد كده أجي أنام فتيجي تحكي لي حواديت. كل ده شكل خيالي وجداني، بقيت دايما عايزة أسمع، يعني دايما أنا بستنى ساعة قبل النوم دي عشان أسمع. بعد كده بقى لما دخلنا المدارس وكده كان دايما في كتاب مرفق مع المادة بتاعت اللغة العربية. أيوة. هي القصة. أيوة. قصة عقلة الإصبع، قصة أسماء بنت أبي بكر، عقبة بن نافع، كنت أقرأها قبل ما المنهج يخلص. برافو. فده برضو شكل عندي حاجة. صحيح. بدأت أحوش مصروفي وكده أشتري كتب. أنا كنت من حلمية الزيتون. أنت أكيد كنت من رواد معرض الكتاب بقى على طول يعني. لا مش دايما، بس كانت الدكاكين بتاعت الكتب. يعني أنا أعشق دكاكين الكتب جدا. والناس اللي بتبيع الكتب القديمة. أيوة. ودايما يلفتني لما أجي أشتري كتاب قديم، عايز أشوف اللي قبلي كانوا بيكتب إيه ذكرته مع الورقة. حلو. يعني ولاقي قصص كل واحد كاتب في نهاية الكتاب، يعني يسمى الآن ريفيو، لكن هو كان زمان بيحكي، بحس إنه مش بيدي بس ريفيو، بيقول أنا مررت من هنا، يعني أنا هنا مريت. طب أنت يعني فترة من الفترات كنت حريصة مثلا على أنك أنت تختاري كتب لحد الناس معينة، كتاب معينين يعني، ولا اللي بيجي قدامك أو اللي بيلفت نظرك من عناوين ولا إيه؟ الآن ولا لا، يعني معظم فتراتك الأولى، معظم فترتي يعني
كنت زمان كنت انت من خلالهم يعني بنيتي شخصيتك الادبيه. زمان انا كنت بعمليه، عارفه حضرتك ده عمليه تكوين. أيوة. تكوين شخصيه، تكوين فكر. هو بيقرا ايه كمان مع السن انا بكبر، فبالتالي شخصيتي بتتكون مع كل كتاب بقراه، بحس ان انا عايشه القصه بتاعتي. يعني ميولك كانت في قراءه روايات، قصص، كل حاجة. حاجات مش معلومات، كتاب معين. انا اول كتاب قراته بعد فتره كان احمد بهجت قصص الحيوان في القران. انا بعشق الحيوانات. فكان كتاب قصص الحيوان في القران من اكتر القصص اللي اثرت فيا ده وانا داخله اولى اعدادي تمام مثلا يعني. كبرت شوية ودخلت الكلية كنت بحب كتب طه حسين. وبشوفه رائد وبشوفه سابق عصره بسنوات كتيرة جدا يعني. الكتب النقدية أيضا يعني. أنا مش بتكلم في كتاب هو خاص بالرواية يعني. زي دعاء الكروان، أنا بعشق سيرة الأيام لطه حسين. يعني بحس دي سيرة ذاتية ولكن هي رواية يعني. وأنا بقرأها مش بحسها لطه حسين يعني أصلاً. أنا حاسة لغاية دلوقتي اللي أنت كل اللي اتكلمتي عنه هي ليها علاقة بالحياة، بالمجتمع، أو هو الأدب مرآة المجتمع. يعني أنا حتى لما دراستي في النقد وتخصص علم سرد، فهو خاص بالعالم بتاع الكتابة والرواية والمسرح والمقال وكل ده. تمام. فهو ده دايما الأدب. حلو. هو مرآة المجتمع. أنا لما أجي أثر مش بأثر بس في حد بكتب نقدية لأن ليها المتخصصين بتوعها. لكن لما بيجي بأثر في حد، بأثر في حد بالعمل الروائي صحيح أو العمل القصصي. زي مثلا يوسف إدريس. رواياته كانت نقدية وبتنتقد المجتمع. يعني مثلا قصة سقوط الخادمة في فترة من الفترات لما جه كتب هو انتقد المجتمع، هو بيقدم حاجة للمجتمع وبيفيده. وفي نفس الوقت بيعكس انعكاس، بيدي انعكاس لي. فهنا الأدب وظيفته إيه؟ مرآة المجتمع. وهو ده نوع من أنواع الواقعية السحرية. أنا بميل حتى لده في الكتابة بتاعتي. يعني بحب أنقل وتبقى شخصياتي حية. أنت من أنهي مدرسة يعني؟ فأنت بتميلي للواقعية؟ بميل للواقعية أو أحيانا بميل للخيال، وبحب التنوع كمان. يعني مش بكتب في حاجة. طب خلينا نتكلم يعني بأكثر تخصصا، نتكلم عن مجموعتك القصصية. يعني أول مجموعة كانت بقايا جيل التسعينيات. يعني ليه اخترتي جيل التسعينيات وإيه هي البقايا اللي أنت يعني سردتيها بقى من هي خلال كانت بقايا جيل التسعينيات. انا لما جيت كتبتها هي كانت فرصه حرفيا يعني. انا كنت مخلصه الماجستير وعايزه انشره، فكان في بعض الناس متخوفه او بعض دور النشر متخوفه من نشر الموضوع. لانه كان بيناقش ثلاث قضايا مهمه جدا، الجنس والسياسه والدين، اسمها ثالوث التابوه يعني. التابوهات. ففي حد من اصدقائي قال لي طب بريهان انت ليه ما فكرتيش، الكاتب كريم ابراهيم قال لي ليه ما فكرتيش تعملي مجموعه قصصيه، انت عندك الملكه دي وانت بعتي لي قصص كتير وقراتها. قلت له لا انا مش هقدر. فراح قال لي طب جربي. فانا خدتها تحدي مع نفسي. في 15 يوم قعدت هيكلك كل القصص اللي كانت موجوده عندي وقعدت كتابتها من اول وجديد. و يعني المجموعه كانت كم قصه؟ العشر قصص. عشر قصص. عشر قصص بس هي انا مسميها مجموعه قصصيه، لكن هي يعني روايات طويله. زي اللي كتبها انطونيت تشيخوف. أنا حاولت بس أخلي الناس تعتبرها قصة قصيرة. كلها بتدور في فترة التسعينيات. كلها بتدور في فترة التسعينيات وحوادث مرت في حد في زي فترة إيه؟ التسعينيات. زي مثلا الأمراض النفسية اللي كانت بتحصل، ومثلا فقبل ما الناس تكتشف مرض يعني المرض النفسي ويعترفوا بيه. كان ممكن حد يودي ابنه الشيخ ويقول لك لا ده مش مريض نفسي. ويبقى عنده فصام أو يتخيل إن في حد يكلمه. فيضطر ان هو يوديه الشيخ يقرا عليه. ودي كانت حوادث. وكان في برنامج الاستاذه العظيمه راوي راشد بتجيب طبعا. حالات لكده كتير. أيوة. فكان في منها حاله اثرت فيا يعني. ايضا مثلا القصه كانت بتحكي عن فيوتشرزم، حاجه دلوقتي احنا عايشينها. انا تنبأت بيها. هي بقايا جيل التسعينات. انا بقول ماذا لو، ماذا لو هنا بقى بقول ماذا لو العمر مر والزمن مر وكل الزمن اللي احنا عايشين ده بقى ركام، عبارة عن زمن فائت. والحياة بقت عبارة عن 3D. وابتدت القضية الفلسطينية تروح وبقى شارع. يعني ده أنا كنت كاتبة المجموعة في 2020، دلوقتي هم صرحوا إن هي هتبقى ركام.
يعني غزه هتبقى بؤر ركام، وده انا كنت كاتباه في الروايه، فعشان كده انا سميتها بقايا جيل الثانيه. جميل، انت ليه عندك نظره شويه مش متفائله يعني؟ خليني لا، هي مش نظره يعني متفائله، هي مش نظره مش يعني دي رؤيتك يعني مثلا لقضايا معينه بتشوفيها. رؤيتي لقضايا معينه وشغلي في الدراسه بتاعت الدكتوراه. أوكي. طيب عاجل اقرا الحق، يعني انت برضو اخذتينا من ده العاجل اقرا الحوادث، ايه الحكايه طيب يعني؟ ليه حاجات كلها صعبه كده؟ لا يعني حبيت التنوع، يعني انا عشت بقى شخصيات في بقايا جيل الثانيات فقلت انوع في عاجل اقرا. انت برضو واخده بقايا، هنا بقايا وهنا حوادث يعني. ايوه انا قلت انوع، يعني انا عامه انا بحس ان الكاتب لازم يبقى متنوع. وانا ما بحبش ان الكاتب يبقى خاص بالجريمه، يعني في وبحترم طبعا كل واحد وآراءه، وان هو يحب يكتب في فيلم معين ده حاجه خاصه بيه، بس انا مثلا بحب ان انا بكتب ما بقاش متخصص في الرومانسيه فقط، او ابقى متخصص في التاريخ فقط، او متخصص في ادب الجريمه فقط، فانا بميل للتنوع. يمكن بقى عشان انا برج الجوزاء او حاجه، فهو شخصيه متنوعه، فانا بحب التنوع يعني. بحب افكر من كتير. شخصيه من وجهه بالظبط كده. طيب عملتي ايه في ورا الحادثه ده؟ يعني ايه الحوادث اللي انت تناولتيها؟ وانا عارفه ان انت زرتي مقابر وحاجات زي كده. صحيح. ده ليه علاقه بالكتاب. في عاجل اقرا الحادثه، هو كان مجموعه جدا متنوعه فيها برضو 10 قصص. تعتبر روايه طويله مش قصص قصيره، لان هي كسره نمطيه القصه القصيره، لان القصه القصيره بتبقى مكثفه وبتدي ومضه. تمام. لكن الروايه الطويله ممكن اكتب روايه طويله فيها احداث وشخصيات وهكذا. صحيح. وفي راوي بيحكي لي، يعني يقول له يقول لك تعالي كده احكي لك قصه. فده اللي انا عملته. كلمت عن حياه البرزخ. يعني ماذا لو، طب هو ايه الفرق ما بين الروح والنفس والجسد؟ طب الانسان ده حاجه فلسفيه بقى شويه يعني. انا بحب كده بطلع فيها جزء فعلا فكري. يعني انا بطلع منها جزء فكري خاص بالحياه وبالموت. والنفس البشريه والدناءه الشويه اللي بتبقى في النفس البشريه. لان كل انسان مهما كان فيه نسبه شر كبيره هو فيه نسبه خير. طبعا. ومهما كان انسان عنده العكس. أيوة. الخير كتير. صحيح. وفي نسبه من الشر. صحيح. يعني ممكن نبقى قاعدين 10 بس في مجرم ما بينهم بيميل للجريمة. فدي أفكار كانت بتثير فكري. تمام. شوية. طب أنت مؤخرا حصلتي على الدكتوراه، فهل ده معناه أن أنت في الفترة اللي جاية مثلا هيبقى شغلك أن أنت تقدمي كتب أو قصص علمية؟ يعني ممكن يبقى ليها الجانب الخيالي العلمي أو كده؟ هو في رواية جديدة إن شاء الله صدر عن دار مهمة جدا. أنا لسه يعني هي تحت الإخراج الفني، فهي رواية برضو بتميل للواقعية وكده. الدكتوراه أنا عايزة بس أقول إن هي زي كان كورس بيعلمني الكتابة بس بشكل مكثف وبشكل علمي ويخلي الكتابة عندي متنوعة. لكن كتب علمية مش عارفة، ممكن أكتب كتب علمية، مين قال؟ ممكن أكتب بعد كده في المستقبل يعني، محدش يعرف. إحنا منتظرين عموما. يعني يا فريهان أنت نورتينا، وإن شاء الله يعني قريبا نسمع عنك كلام كتير حلو، ونتمنى إن شاء الله أن مجموعاتك القصصية دي تاخد منها حاجات وتتعمل أكيد أفلام أو مسلسلات. يعني تكوني سعيدة أكيد، وإحنا هنكون سعداء. شكرا ليكي نورتينا. شكرًا جدا. بشكر ضيفتي الكاتبة الدكتورة بريهان أحمد، كانت معنا النهاردة، ومجموعاتها القصصية وأفكارها الجميلة، واللي دايما بنأكد على فكرة أنه حاولوا تساعدوا أولادكم في اكتشاف المواهب. دايما بنلاحظ أن كل ضيوفنا لما بيتكلموا وبيحكوا بيقولوا أنهم بدأوا هم صغيرين، فإحنا لما نشجع ولادنا على القراءة وهم صغيرين ونشوف إذا عندهم ملكة الكتابة ندعم هذه الملكة، هيطلع عندنا كتاب وأدباء نابغين وحلوين ومكملين المشوار بعد أدبائنا وكتابنا اللي العالم كله بيقرأ لهم. ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضرتك.